مشاهدينا إلى التفاصيل ونبدأ بالشأن الصيني، حيث بعث الرئيس شي جين بينغ اليوم الجمعة رسالة تهنئة أو يوم الجمعة رسالة تهنئة إلى رئيس تركمانستان قربانغولي بردي محمدوف، فأعرب خلالها عن أمنياته الطيبة لتركمانستان حكومة وشعبا بمناسبة الذكرى 20 لحالة الحياد الدام. وأعرب شي في رسالته عن أنه يتقدم بأحر التهاني لتركمانستان يابا عن الصين حكومة وشعبا وباسمي شخصيا بمناسبة احتفالها بالذكرى 20 للحياد الدائم. وقال إنه خلال 20 عاما تتمسك تركمانستان بمبدأ الحياد في الشؤون الدولية وتعمل على تطوير علاقات الصداقة والتعاون مع الدول الأخرى، حيث قدمت إسهامات هامة في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. وإن الصين وتركمانستان صديقتان وشريكتان جيدتان تتمتعان بالثقة المتبادلة والتعاون المتبادل. وأضاف أنه منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية حافظت العلاقات الثنائية على تنمية صحية وسريعة ووصلت تعميق الثقة السياسية المتبادلة والتعاون المتبادل المنفعة والتعاون الاستراتيجي. وأشار الرئيس الصيني إلى أنه يولي اهتماما بالغا بتطوير العلاقات الثنائية وعلى استعداد للعمل مع رئيس تركمانستان لدفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات إلى مستوى جديد، وذلك من أجل استمرار استفادة الشعبين وتحقيق المزيد من المنافع. وإلى محادثات باريس التي تستغرق بشأن أو تتواصل بشأن اتفاق عالمي لمواجهة تغير المناخ، وقد استغرقت وقتا أطول مما كان متوقعا من أجل التغلب على الخلافات، حيث سيتم تمديد الموعد النهائي من يوم الجمعة إلى اليوم السبت. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إنه سيقدم نصا توفيقيا جديدا للتوصل إلى اتفاق صباح السبت، بحيث يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول منتصف اليوم. يوم إضافي آخر سيصنع فيه تاريخ جديد، تلك هي رسالة فرنسا الدولة المضيفة لمؤتمر باريس بشأن تغير المناخ، وسيتم تمديد المؤتمر إلى يوم السبت لتوفير دفعة نهائية لتحقيق صفقة لإنقاذ المناخ العالمي. نريد اتفاق، إننا قريبون جدا من تحقيق ذلك الهدف، وعلينا أن نظهر المسؤولية اللازمة لإيجاد نقطة مشتركة للجميع. باختصار، لقد حان الوقت لإبرام الاتفاق. وقال فابيوس إنه سيقدم نصا توفيقيا جديدا صباح يوم السبت لاعتماده قبل منتصف النهار. كان قد طرح نص مقتضب من 27 صفحة في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي بعد إزالة بعض النقاط الخلافية الرئيسية منه، غير أن المحادثات التي استمرت طوال الليل عكست استمرار الخلافات. هناك ثلاث مشاكل تم تركها ليساهم الوزراء في حلها، وهي الخلافات والتمويل والقوة العاملة. يعتمد حل هذه المشاكل على مدى التزام جميع الدول التي يمكنها اتخاذ الخيارات المختلفة. نأمل في إجراء المزيد من التواصل والنقاش. سيكون المؤتمر ناجحا إذا تم حل هذه المشاكل الثلاث. هذا وتم تقديم مزيد من التنازلات في المؤتمر، ولم يبق إلا خلافات قليلة، ومع نمو التفاؤل في باريس ينتظر جميع المراقبين لمعرفة ما إذا كان الاتفاق التاريخي سيتم التوصل إليه. أفادت تقارير بأن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة و49 دولة في منطقة الكاريبي والمحيط الهادئ قد شكلوا تحالفا سعيا لدفع التوصل إلى اتفاق حول تغير المناخ في مؤتمر باريس، إلا أن الصين والهند لم تكونا ضمن هذا التحالف. وبهذا الشأن قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية خوات شونينغ في مؤتمر صحفي دوري يوم الجمعة أن الصين ستظل تدعم التوصل إلى اتفاق طموح وشامل ومتوازن وعملي في مؤتمر باريس. نحتاج إلى التأكد من صحة المعلومات المعنية حول طبيعة التحالف وعدد الدول المشاركة. أريد أن أؤكد أن الصين تظل تدعم التوصل إلى اتفاق طموح وشامل ومتوازن وعملي في مؤتمر باريس، وتشارك في المفاوضات بنشاط، وتحافظ على الاتصالات الوثيقة والجيدة مع الأطراف المعنية. هذا ونفت خوات شونغين أن الصين تعرضت للاستبعاد لأنها لم تكن ضمن التحالف،
مشيرة إلى أن مختلف الدول تشارك وتطمح لدفع التوصل إلى اتفاق مؤتمر باريس وإنشاء آلية فعالة ودولية لمواجهة تغير المناخ. دخلت مفاوضات مؤتمر باريس على اليوم الأخير. أمل في أن تركز جميع الأطراف على تعزيز التوافق وتساهم في دفع التوصل إلى اتفاق بروح واقعية وتعاونية. أعتقد أن هذا هو طموح المجتمع الدولي. حضر مشرع صيني رفيع المستوى أداء اليمين الدستورية للرئيس الأرجنتيني الجديد كمبعوث خاص للرئيس الصيني شي جين بينغ. ونقل المبعوث الصيني جي بينغ شوان التهاني وأطيب التمنيات من الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى نظيره الأرجنتيني الجديد ماريسيو ماكري. وقال دي إن الصين تولي اهتماما بالغا لعلاقاتها مع الأرجنتين، كما ترغب في زيادة التواصل وتعزيز الثقة السياسية وتوسعة التعاون العملي مع الأرجنتين. ومن جانبه شكر ماكري المبعوث الصيني جي على حضور مراسم أداء اليمين الدستورية، كما أعرب عن أمله في أن ينقل المبعوث الخاص تحيته إلى الرئيس شي جين بينغ. عودة إلى التفاصيل، حيث أقيم يوم الخميس في العاصمة السويدية ستوكهولم حفل توزيع جوائز نوبل لهذا العام، وقد فازت العالمة الصينية تو يو يو بجائزة نوبل للطب. ألقى رئيس مجلس إدارة مؤسسة نوبل في بداية الحفل كلمة عبر من خلالها عن ترحيبه الحار بالفائزين الذين حضروا الحفل، وقد ارتدت العالمة الصينية تو يو يو تنورة أرجوانية وجلست مع الفائزين الآخرين. وبعد اطلاع ممثلي لجنة نوبل على إنجازات تو يو يو والفائزين الآخرين وهما ويليام سي كامبل وساتوشي أومورا، قام الملك السويدي كارل السادس عشر جوستاف بتسليم الشهادات والجوائز والمكافأة لهم، حيث تردد تصفيق حاد في القاعة. وفازت العالمة تو يو يو بجائزة نوبل في الطب بفضل استكشافها لمادة الأرتيميسينين في الطب التقليدي الصيني الذي يستعمل في مكافحة الملاريا، وهذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها علماء صينيون في مجال الطب على جائزة نوبل بفضل متابعتهم لبحوثهم داخل الصين، كما أنها الجائزة الأعلى من نوعها التي تحصل عليها الأوساط الطبية الصينية. يذكر أن قيمة جائزة نوبل في الطب لهذا العام وصلت إلى 8 ملايين كورون سويدي، أي ما يعادل أكثر من 900,000 دولار أمريكي. الجدير بالذكر أن تو يو يو ستحصل على نصف قيمة هذه المكافأة، أما الفائزين الآخرين فسيتقاسمان النصف الآخر من قيمة الجائزة. وأيضا حول جائزة نوبل، قالت لجنة نوبل إن الأمراض الناجمة عن الطفيليات قد أقلقت الإنسان منذ آلاف السنين وشكلت قضية صحية خطيرة في العالم، مشيرة إلى أن استخدام مادة الأرتيسيمين التي اكتشفتها العالمة الصينية تو يو يو في عملية العلاج ضد الملاريا خفضت معدل الوفيات بين المصابين إلى نحو كبير. تعد الملاريا وباء خطيرا يهدد حياة الناس، وهي أدرجت من قبل منظمة الصحة العالمية ضمن العلل الثلاث التي تتميز بأعلى معدل وفيات بالإضافة إلى الإيدز والسرطان. وقبل استكشاف مادة الأرتيسيمينين وانتشارها، كان عدد الذين يصابون بالملاريا سنويا في العالم يصل إلى حوالي 400 مليون شخص، حيث يتوفى منهم نحو 1 مليون شخص على الأقل. والفريق بخيال تو يو يو استوحى من كلاسيكيات الطب الصيني التقليدي واستكشف مادة الأرتيسيمينين أولا مع طرح طريقة الاستخراج. هناك كنوز وفيرة في العسل القديم. مع استمرار التقدم من التكنولوجيا الحديثة، علينا إعادة معرفتها بشكل أعمق بواسطة العلوم الحديثة. وهذا مسؤولية تلقى على أعاتقنا وعلى أعاتق الجيل الجديد من العاملين في مجال التكنولوجيا، من أجل استكشاف المزيد من الأدوية العلاجية التي تستفيد منها شعوب العالم. حسب الإحصائيات التي أوردتها مجلة بريطانية ذات شهرة كبيرة، فإن معدل الشفاء الذي توفره الأدوية المجمعة المحتوية على مادة الأرتيسيمينين بلغ 97%. وقالت منظمة الصحة العالمية إن معدل الوفيات في دول إفريقيا مثل تنزانيا وزامبيا انخفض كثيرا، وأحد الأسباب المهمة في ذلك هو توزيع الأدوية المجمعة المحتوية على مادة الأرتيسيمينين بشكل واسع. عقدت الكوريتان محادثات على مستوى نائب وزير في مدينة كايسون الحدودية بكوريا الديمقراطية. هذه المحادثات هي نادرة على هذا المستوى بين الجانبين،
وقبيل انعقادها قال ممثلون من كوريا الديمقراطية أنهم لم يشهدوا انعقاد قمة منذ نحو 8 سنوات، وهم راغبون في إزالة العقبات التي تعترض إجراء التواصل مع كوريا الجنوبية. أعتقد أن الاجتماع الذي يهدف إلى تخفيف التوتر في العلاقات بين الكوريتين يبدأ الآن. مع مرور الوقت اتسعت فجوة عدم الثقة والسرة وزادت الحواجز بين الكوريتين. دعونا نحطم الجدران لإصلاح الفجوة وفتح بوابة كبيرة للم شمل الأسر المشتتة. تعد هذه المحادثات أول محادثات حكومية بين الجارتين منذ تولي رئيسة كوريا الجنوبية باراك جون هاي منصبها في وقت مبكر من عام 2013. ويشمل جدول أعمال المحادثات القضايا العالقة بهدف تطوير العلاقات الثنائية. كان الجانبان قد اتفقا على عقد محادثات على مستوى نائب وزير بعد أن أجريا 10 ساعات من المفاوضات في 26 نوفمبر الماضي. عودة إلى التفاصيل، حيث قال الجيش الأمريكي أن المسؤول المالي لتنظيم الدولة الإسلامية قتل خلال غارات جوية في العراق الشهر الماضي. قال الكولونيل ستيف وارن خلال مؤتمر بالفيديو من بغداد إن أبو صلاح كان أحد الأعضاء الأكثر أهمية والأكثر خبرة في النظام المالي لتنظيم الدولة الإسلامية. كما أكد المبعوث الأمريكي الخاص لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية على مواقع التواصل الاجتماعي مقتل أبو صلاح فضلا عن 2 من مساعديه، وذلك في إطار حملة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لتدمير البنية التحتية المالية لتنظيم الدولة الإسلامية. قتل أكثر من 50 شخصا في 3 تفجيرات بسيارات مفخخة في بلدة يسيطر عليها الأكراد شمال شرقي سوريا. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه من المرجح أن يرتفع عدد القتلى في الهجمات التي وقعت في بلدة تل تمر بالحسكة مساء يوم الخميس. وقال ناشطون أكراد أن التفجيرات 3 وقعت في سلسلة متوالية وسريعة، مضيفين أن التفجير الأول استهدف شارع فلسطين وسط مدينة الحسكة، واستهدف التفجير الثاني قوات الأمن الكردية المعروفة باسم الأسايش، في حين استهدف الانفجار الثالث وحدات حماية الشعب الكردية. يذكر أن وحدات حماية الشعب الكردية شريك أكثر فاعلية على أرض الواقع في سوريا لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. تواجه الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي هذا العام ضغوطا اقتصادية وخارجية مع وجود خلافات أيضا بينها. وفي هذا الصدد دعا العاهل السعودي الملك سلمان إلى تعزيز الوحدة داخل المجلس، كما يرى مسؤولون رفيع المستوى ومحللون أنه يتعين على دول المجلس تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة. أدت أسعار النفط المنخفضة إلى ضغوط اقتصادية كبيرة على دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد بشكل كبير على موارد النفط، كما اقترح صندوق النقد الدولي على الدول المعنية بما فيها السعودية تخفيف الاعتماد على دخل النفط من أجل تخفيف الضغوط المالية، لكن المحللين يرون أن هذه العملية في حاجة إلى مدة طويلة جداً. انت تتكلم عن دولة تنتج 10.3 مليون برميل حتى اخر شهر وتصدر 7.5، هامش الربح مرتفع، ليس من السهولة التنوع والدخول في ايجاد بديل يواجه النفط. لكن الدول الاعضاء للمجلس قد بدأت تفكر في تحويل النمط الاقتصادي، حيث ركزت القمة هذه السنة على بناء السوق المشتركة الخليجية والاتحاد الجمركي. معظم شكلت فيه هيئة للاتحاد الجمركي، وكذلك في اهتمام تام من قبل القادة للاتحاد الجمركي، وهناك بعض المعوقات البسيطة معظمها انحلت، والآن تم الاعتماد أو الاعتراف بالاتحاد الجمركي من قبل منظمة التجارة العالمية. كما أشار وزير خارجية السعودية إلى ضرورة تشجيع الاستثمارات بين دول المجلس. هذا نشاهده فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية اللي صايرة فيما يتعلق بتطوير القطاع الخاص، فيما يتعلق بمحاولة أن نشجع الاستثمارات
وغيرها من الأمور الاقتصادية. بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية، شهد مجلس التعاون في هذا العام تغيرات كبيرة في البيئة الخارجية، حيث تعرضت بعض الدول الأعضاء لهجمات إرهابية من قبل تنظيم الدولة الإسلامية، كما تباينت المواقف من الأزمة السورية والأزمة اليمنية بين السعودية وجارتها إيران. هذا وعبر جبير عن رغبة السعودية في تحسين العلاقات مع إيران، لكنه أكد مجددا أنه يجب على الجانب الإيراني وقف تدخلاته في شؤون المنطقة. إيران دولة إسلامية، إيران دولة مجاورة، نحترم حضارة إيران، نحترم تاريخ إيران، ولكن هناك إشكاليات مع إيران سبقا ذكرنا تدخلات إيران في شؤون دول المنطقة، الدور السلبي الذي تلعبه إيران في المنطقة، دعم إيران للإرهاب وغيرها من الأمور، هذه لا تساهم في بناء علاقات إيجابية. هذا ورغم الدور القيادي للسعودية في مجلس التعاون، ما زالت هناك خلافات بين أعضاء المجلس حول العلاقات مع إيران. هذا وأشار المحللون إلى ضرورة إيجاد توافق تام داخل المجلس في القضايا الإقليمية، وذلك من أجل تعزيز تأثيراته في المنطقة ومواجهة التهديدات الجديدة. يمكن أن تشكل المجلس رؤية الحد الأدنى من التوافق حول الأزمة السورية، رغم أن عمان ابتعدت بموقفها عن دول مجلس التعاون ووضعت نفسها في جانب الحياد وتقوم الآن بمساعي بين الخليجيين والمحور إيران. أعلن منظم مؤتمر الرياض حول سوريا الذي استضافته السعودية أن وفدين من المعارضة والنظام سيلتقيان الشهر المقبل لإجراء مفاوضات تمهد إلى حل سياسي للأزمة المتواصلة منذ 5 سنوات. اجتماع التفاوضي الذي يفترض أن يتم بين المعارضة السورية وبين حكومة بشار الأسد استنادا إلى مقررات جنيف التي نصت على تشكيل هيئة حكم انتقالي، هذه المفاوضات يفترض أن تبدأ أو أن تكون في شهر يناير بإذن الله، ربما بعد الثلث الأول منه أو خلال 10 أو 11 من يناير. اتفق أكثر من 100 عضو من الأحزاب المعارضة السورية والفصائل المسلحة في مدينة الرياض على توحيد مكوناتهم السياسية والعسكرية تمهيدا لإجراء محادثات سلام مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد. هذا وقال الأكاديمية السعودية الذي ترأس اجتماع المعارضة السورية في الرياض إنها ستكون أول محادثات من نوعها في غضون 2 عامين تهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية التي دخلت فيها قوى من الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا والعالم العربي. عقد مكتب المخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة ووزارة مكافحة المخدرات الأفغانية مؤتمرا صحفيا مشتركا يوم الأربعاء الماضي، حيث قدم أوضاع المخدرات في أفغانستان وإنجازات مكافحة المخدرات لعام 2015، كما أصدر تقرير المخدرات في أفغانستان لعام 2015. وفقا لهذا التقرير، قد انخفض إنتاج الأفيون في أفغانستان لعام 2015 إلى 3300 طن، انخفاضا بنسبة 48% مقارنة مع العام الماضي. وفي نفس الوقت انخفضت مساحة زراعة الخشخاش من 224,000 هكتار في العام الماضي إلى 183,000 هكتار لعام 2015، انخفاضا بنسبة 19%. في الحقيقة إن انخفاض زراعة المخدرات والإنتاج هو الانخفاض الأول بعد النمو المضطرد خلال السنوات الست الماضية، مما يدل على أن أفغانستان تواجه وطئا خطيرا جراء المخدرات، ويجب على الحكومات الأفغانية أن تستفيد من هذه الفرصة مع المجتمع الدولي لتحقيق مزيد من الإنجازات على أساس هذا الأمر. أشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن الحكومة الأفغانية حققت إنجازات هامة في مكافحة المخدرات هذا العام، لكن زراعة الخشخاش لا تزال متفشية في المحافظات الجنوبية والغربية من أفغانستان، وخصوصا في مقاطعة هلمند،
من ناحية أخرى يزداد عدد مدمني المخدرات من السكان، فوفقا لأحدث الإحصائيات يتراوح عدد مدمني المخدرات بين 1,900,000 ومليونين و400 ألف، ما يمثل حوالي 13% من إجمالي عدد البالغين في البلاد. وفي نفس الوقت فإن أفغانستان لديها 123 مركزا لعلاج الإدمان من المخدرات حاليا، إلا أنها لا تلبي الاحتياجات الحقيقية. إن زيادة عدد مدمني المخدرات تلجأ إلى البطالة والهجرة والفقر وغيرها من الأسباب. بالإضافة إلى ذلك، المخدرات هي إحدى المصادر الاقتصادية للمنظمات الإرهابية. ولكن يجب علينا رؤية الجانب الإيجابي، لأن النجاح اليوم هو نجاح جديد لم نحققه خلال سنوات عديدة ماضية. قال مسؤولون أفغان أيضا إن الحكومة ستطلق حملة واسعة النطاق لمكافحة المخدرات في عام 2016، وتدعو مختلف الأوساط في المجتمع الأفغاني إلى المشاركة في عملية مكافحة جريمة المخدرات. مشاهدينا، إلى المحطة الأخيرة من جولتنا الإخبارية والرحلة التي قام بها فريق تصوير من قناتنا في جولة في إيران وباكستان. وقد قام بتصوير 9 حلقات خلال هذه الرحلة، ونبث اليوم الحلقة الثانية وهي تحت عنوان مترو طهران، نظام نقل سريع يخدم العاصمة الإيرانية. ومع تطور الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة، شهدت المدن الكبيرة تزايدا مضطردا في حركة المرور، الأمر الذي دفع الكثير من المدن للتفكير في بناء مترو أنفاق لامتصاص الازدحام. وبالنسبة لإيران، فقد خططت لبناء مترو طهران عام 1975، لكن بسبب الأوضاع المضطربة في البلاد لم ينطلق التنفيذ الرسمي لهذا المشروع إلا في عام 1986. وقد شاركت العديد من الشركات الصينية في بناء هذا المترو. تعد طهران مدينة عالمية يبلغ عدد سكانها 14 مليون شخص، وهذا العدد خلق مشكلة الازدحام المروري. ولمواجهته تأسست شركة السكك الحديدية لتحمل مسؤولية بناء مترو يربط بين مركز طهران وضاحيتها، لكن المشروع علق لسبب ما. وفي عام 1985 بدأت الحكومة الإيرانية مجددا دراسة جدوى لبناء مترو طهران، ونفذت التخطيط الجديد عام 1986. وفي عام 1991 أطلق هذا المشروع مناقصة دولية شاركت فيها شركة الصين الدولية للائتمان والاستثمار وشركات أخرى فرنسية وروسية. وبعد منافسة شديدة فازت الشركة الصينية بالمناقصة. وبعد سنوات من البناء تم تشغيل الخط الأول والخط الثاني في مارس عام 2006، ليكون ذلك دليلا جديدا على السرعة الصينية. تمت مقارنة المعايير المختلفة مثل الجودة والتجربة والأداء وبالطبع السعر. مقارنة مع الشركات والمجموعات المختلفة، نعتقد أن شركة الصين الدولية للائتمان والاستثمار هي أفضل خيار بالنسبة لنا، ونحن سعداء بتقديم المشروع. يجمع تصميم منصة مترو طهران بين الخصائص القديمة والحديثة في العمارة الإيرانية من رسومات وإضاءة وأيضا البلاط والرخام. مترو طهران يشمل مترو طهران 5 خطوط ويبلغ طوله 220 كيلومترا، ويبلغ متوسط عدد ركاب اليوم 1,600,000 شخص، وسعر تذكرة رخيص جدا أقل من نصف يورو. نسبة تعطل المترو منخفضة جدا ولا يتأخر قط، يأتي كل 5 دقائق، وجودته عالية. الظروف الجغرافية الفريدة في طهران خلقت العديد من التحديات خلال عملية البناء، لكن شركة الصين الدولية للائتمان والاستثمار وشركة بيفان المحدودة للصناعات الدولية تمكنتا من تجاوزها وحصلتا على سمعة جيدة، الأمر الذي دفع الجانب الإيراني للتشاور مع الجانب الصيني عن تعاون مستقبلي. تكشف جانبان إيراني والصيني نموذج تعاون متبادل المنفعة،
وأعتقد أن التعاون بين الصين وإيران في قطاع بناء المترو هو تعاون مرضي. مترو أنفاق طهران الذي أنشأته شركة صينية يجعل إيران أول دولة تتمتع بوجود خط للمترو في الشرق الأوسط ودول الخليج، وهذا لا يساعد إيران على تحقيق حلمها فحسب، بل يساعد على إيران أيضا وحتى مواطنيها على معرفة الصين بشكل أفضل. CCTV طهران. مشاهدينا، أنتم تشاهدون القناة الصينية الناطقة باللغة العربية. إلى هنا نختتم الأخبار، أشكركم وإلى اللقاء.